الثاني من اعتصامهم المفتوح يستمر المتظاهرون بالتواجد في مبنى مجلس النواب العراقي، نصبوا الخيم والمواكب وأقاموا غرفا للمعيشة من أجل تجهيزهم بالمؤن. سقف المطالب ارتفع من رفض مرشح الإطار محمد الشياع السوداني إلى مطالب عدة حول شكل النظام السياسي برمته. ما هي مطالبه؟ مطالبنا يعني كشعب يعني متظاهر اليوم، شعب العراقي بصورة عامة، خرج أنه بالضد من العملية السياسية، ومطالب هي كالآتي: أنه المحكمة الاتحادية، مجلس القضاء الأعلى اللي أطر كل القوانين وصبت في مصلحة الإطار والثلث المعطل. اليوم هم أمام شعب معطل، كنا أمام ثلث معطل، اليوم نحن هم أمام شعب معطل، فليقارنوا بين الشعب المعطل وبين الثلث المعطل. لذلك نحن نرفض لا ترشيح الشيوع السوداني ولا قضية الشيوع السوداني، قضية محصورية من العملية السياسية بأكملها. ورغم دعوات التهدئة التي صدرت من أطراف داخلية وخارجية وبعثات أممية ودولية، إلا أن المتظاهرون مصرون على البقاء بانتظار أن تأتي إشارة من قيادات التيار الصدري وأن يتخذ الإطار خطوات جدية بعدم المضي بتشكيل أي حكومة. متى ستتراجعون؟ والله احنا ما نتراجع، باقين يعني سنة ستين هنا، أسبوع أسبوعين، ما نعرف فيها بكيف السيد القائد. هسه بنينا لهم شوادر برا، غرف بلوك سويناها مطابخ، اليوم بنينا شوادر باكر نبني لهم فنادق بالباب، وما نعرفهم وما ننسحب. في المقابل كان هناك دعوات من قبل قوى وأحزاب سياسية لإيجاد مخرجات وحلول للأزمة الحالية تتمثل بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة. في المقابل هذه القاعات التي كانت تعج بالبرلمانيين تعج اليوم بالمتظاهرين الذين على ما يبدو بأنهم أعدوا العدة لبقاء طويل وفق المؤشرات والإجراءات التي اتخذوها. أسعد الزلزلي من داخل مبنى مجلس النواب العراقي، الحرة.